مش عارف. تمام يا مؤمن. بسم الله الرحمن بدأ. الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو في حد مش عارف يدخل يا جماعة لسه، يقول يبعت على يبعت لكم، ولو في مشكلة عنده يعني يقول وقفني ويقول لي استنى في فلان مش عارف يدخل، عايز اللينك، عايز هو في الويتنج، بعت ريكوست وانا لازم اقبله. المهم يعني ايه، اللي عنده مشكلة يحاول كده يحلها معايا بسرعة. ماشي يا شباب، عايزين بس النهاردة نركز، لأن النهاردة هتبقى محاضرة مهمة جدا. ليه مهمة؟ عشان هنشوف احنا عايزين نعمل ايه. طيب تعالى كده الأول نعمل ايه. هو السكرين مش ظاهر لسه. من عارف. يلا thank you. نبدأ كده هنا نبدأ نقول هات لنا واحدة جديدة. نحط السبت. تعالى كده نبدأ بس نفتكر ايه اللي كان بيحصل قبل كده. اعمل لك شير اهو واكد معايا انت. تمام كده وصل لك؟ تمام يا دكتور وصل. طيب حلو اهو. بص معايا بقى، نبدأ كده. احنا النهاردة هنشتغل على 2 points. ال first point خليها خليها كده. انا عايز اشيل دي، سوري. طيب الفيرست بوينت النهارده كام يا ولاد؟ 24. ماشي. اوكي، الفيرست بوينت هنتكلم على الايفالويشن لمين؟ الانتجرالز. خلاص هيديك انتجرال وانت مطلوب منك تعمل له ايه؟ ايفالويشن كابليكيشن بقى، كنوع من انواع الابليكيشن. على مين؟ على مين يا حبايبي؟ by using Laplace. حلو كده الكلام. تمام، وبعد كده هنشتغل على الانفرس Laplace. طيب ليه النهارده انا بقول المحاضره النهارده دي مهمه جدا، او مهمه يعني مش ما كل المحاضرات مهمه جدا، عشان خاطر ممكن واحنا ماشيين كده لو وصلنا للانفرس هنبص بقى هنشوف شكل الايه الموديل بتاع الايه الاكزام هيبقى شكله عامل ازاي. فالناس اللي لسه نايمه وقالت لك هنسمع الفيديو برضو مش هي ايه مش هيبقى معايا لايف كده، فاعتقد ان هو مش هيبقى نفس الايه الجيم بتاعه مش هيبقى نفس الجيم بتاع الناس اللي دخلت دلوقتي. خلاص طيب تعال نشتغل على الفيرست بوينت دي وانت معايا كده واحده واحده. يعني ايه بقى يديني يديني تكامل وطالب ان انا وطالب مني ان انا ايه اعمل له ايفالويشن. ها
قال لي بيقول لي ايه والله انت المفهوم الاساسي هنرجع تاني لكل كل مره بنكتب مين بنكتب تعريف لابلاس الاف اوف تي اللي هو اف كابيتال اوف اس اللي هو ايكوال ها تكامل من كام لكام 0 انفينيتي ايوه هي اس سالب اس تي في الداله كل دلتا تي في الاف سمول صح كده تمام. طيب ده معناه ان هو اي تكامل هيجي لي بالشكل ده لازم اقدر احسبه طبعا لازم تي تكون ايه تكون بوزيتيف صح هنا في الايه في الـ في الكونديشن هنا قلنا عشان يبقى التكامل ايه اعرف اقدر احسبه يعني. طيب يبقى اي تكامل بالشكل ده يجي لي شفت بقى لابلاس عمل لنا ايه حللنا مشاكل كتير في التكامل مسائل اللي احنا اللي انت كنت يعني بتقعد تحلها كده وتقعد تفكر فيها تعال نشوف ايه نبدا نشوف الكونسبت نفسه مثلا لو هو قال لي ايه انت باصص معايا على ده لو قال لي ايفالويت ايه بقى عشان كده بقول لك الامتحان هيبقى ايه دسم شويه يعني في افكار كتير لو انت مش معايا فيهم ما ايه تحاول تقفل شغلك بدري تذاكر بدري يعني. تكامل هنا من زيرو لانفينيتي تي اي باور نيجاتيف 3 تي 3 تي كل ده تايمز مين ساين تي دي تي طيب فاكرين بقى مش انت كنت بتكمل ده كده تمام في اعدادي ممكن بقى تقعد تقول لي بقى باي بارتس صح وده وتبدا تفكر ده ديفينيت انتجرال وافكر مين اليو مين الفي صح تمام طب جدع وانا اللي بتقول تمام بص كده هيقارن بقى الواد اللي بيقول تمام ده هيقارن معايا كده تعال ناخد اللون ده هيقارن معايا الديفينيشن بتاع لابلاس مع مسألة التكامل نفسها ها لما نيجي نقارن هنا معنى كده ان ال f of t هي مين t مضروب sin t t t t sin t sin t حل ده ال f of t تمام طب والاس هنا بكام 3 طبعا الاس طالما انا كتبتها كده تعرف ان هي اس الفايف انا لو عايز اكتبها فايف بكتبها كده بين لينا كلنا كده تمام دي ايه الفرق ما بين دي ودي دي ايكوال فايف لكن دي لتر ده حرف الاس يبقى الاس هنا بكام يا اولاد ادي الثلاثة سي يبقى ماشي معنى كده ان انا لو جبت لو قدرت اقول ان المساله دي هي لابلاس هي اف اوف اس الداله معينه صح تمام ده والداله دي تبقى فانكشن في اس واطلعها انا على طول وليكن مثلا انا بقول مثلا اس على اس زائد واحد وليكن اشيل كل اس واحط مين واحط ثلاثة يبقى كده جبت قيمة التكامل وخلصت المسألة أقول تاني لا تمام طيب تعال نشوف احنا عايزين ايه احنا قلنا الاف اوف تي بتاعي نرجع اللون ده تي ساين تي خلاص يبقى اكني هروح اكني خلينا ناخد المسألة بقى بالعكس انا عايز لابلاس لتي ساين تي مش هقول ان هو المسألة بتاعتي دي
صح كده يا ولاد؟ بس نشيل ايه؟ نشيل الاس بقى، انا نسيت وكتبت الايه. مش ده بلس فعلا للتي ساين تي؟ تمام. طيب لو بلس للتي ساين تي، حد فاكر بقى كان ايه المفروض ان انت عامل تيبل لنفسك بايديك وانا قلت عليه المره اللي فاتت؟ هنجيب الاول سالب واحد دريفاتيف، هجيب الصايد دريفاتيف بس بدرجه واحد على اس زائد واحد. كويس، اس تربيع زائد واحد والتربيع. كويس ان انتوا عايزين تحلوا، بس انا مش بقول حل دلوقتي، انا بقول ايه كل واحد المفروض قدامه دلوقتي تيبل هو عامله بايده في كل الرولز اللي احنا خدناها. تمام، لانك المفروض اكنك بتحل مساله جوه امتحان، مش هتقعد تستنتج تتعدى على الرولز كلها، صح ولا ايه؟ فلازم يبقى ايه، يبقى هما في دماغك كده محفورين في دماغك، او حضرتك بحافظهم كويس، عشان من كتر بقى ما بتستخدم الرولز دي انت بتوصل اللي انت عايزه على طول. عايز تكتبهم قدامك ورقه الاجابه، انت حر، ورقه الاجابه للاجابه، يعني من حقك تكتب فيها اللي انت عايزه. خلاص احنا بنقول اهو. طيب ورقه الاسئله بالمناسبه محدش يكتب حاجه عليها بالمناسبه يعني. خلاص، طيب يبقى انا بتكلم على مين؟ عن تي ساين تي. مين الرول اللي احنا كنا شغالين عليها لتي ساين تي؟ ها، تفاضل بالظبط. ايوه ايوه، يبقى فاضل كم مره؟ يبقى دي اللي هي سالب واحد باور ان باور واحد، يعني لانها فاضل مره. خلاص، في تفاضل دي باي دي اس لمين بقى؟ للساين، صح. طب الساين بتاعتي هتبقى عباره عن ايه لابلاس للساين؟ ايه، على اس سكوير زائد اس سكوير اللي هو واحد على واحد على واحد زائد اس سكوير، صح. يبقى ده بيساوي مربع المقام، المقام ده الدينومينيتور ده سكوير، وبعدين الديمينيتور فوق في الديريفاتيف بتاع البسط اللي هو ايه، زيرو، تفضل الواحد بزيرو، يبقى خلاص بقى زيرو ناقص فضل المقام سالب في ماينس بره اهي، ماينس بره دي اللي هي دي، يبقى ماينس، وفي ماينس جوه بتاعه الرول. ها، المقام سوري البسط النوميريتور في تفاضل الايه، المقام 2 اس، يبقى ده يطلع بيساوي ايه في الاخر؟ من اس على واحد زائد اس كل واحد اس سكوير كل سكوير. حلو الكلام كده. تمام، يبقى ده لابلاس للحتة دي. طيب لو انا جيت هنا، انت بتقول لي اهو لابلاس اهو، صح، اهو اللي هو الجزء ده التعريف الديفينيشن بتاع لابلاس اهو. لو انا جيت هنا بقى وقارنت، قلت لك لا انا هخلي دي، ما دي فانكشن اوف اس، صح ولا ايه؟ تمام. فانا هديك المساله اشيل الاس واحط 3 زي المساله ما هي جاي، يبقى التكامل بتاعي عباره عن ايه؟ ها، اشيل كل اس واحط مين؟ 3 بس كده. في كده اي مشكله؟ في كده اي مشكله يا ولاد؟ تمام يا دكتور. ها، ناخد اكزامبل تاني. طبعا انتوا بداتوا بقى، الناس اللي كانت عماله تسال هنمشي من لابلاس امتى، بداتوا كده تصحصحوا معايا. ايه ده لابلاس ليه ويت اهو، اهميه، صح. تمام، الدنيا بقى تبقى ايه، هتبقى بقى كتير، يعني كل الافكار اللي احنا شغالين عليها دي نقدر نسأل في كل نقطة فيها ونجيب بوينت أو أكتر من بوينت بقى. طب تعالى ناخد إكزامبل تاني. افرض قال لك تكامل من زيرو الإنفينيتي إي باور نيجاتيف تي ساين تي أوفر تي دي تي، نفس الكلام ايفالويت، هحسب ده ازاي؟ حد يقول
برضو نفس الكلام اخد دي كده كاف اوف تي صح، واقول هنا ان لابليس بليس بواحد للساين تي اوفر تي تعريفه هو نفس المساله الديفينيشن بتاع لابليس اي اس سالب اس تي في الساين تي اوفر تي دي تي. في مشكله كده؟ في كده عندك انت اي مشكله؟ ها ده بس يبقى الاس لما اجيب لابلاس هنا لما اروح اجيب لابلاس هنا ابقى اشيل الاس واحط كام في الاخر؟ واحد. في حد وقع مني؟ احنا وصلنا كام كده مؤمن؟ حاجه 60 واحد 62 باين. لا حاجه 60 باين. كويس ماشي. طيب يبقى الاس هنا ب1. الناس اللي لسه داخله معايا احنا بنعمل ايفالويشن للتكامل اللي قدامي ده، واحنا لقينا ان التكامل ده هو نفس التعريف بتاع ان انا بجيب لابلاس للفانكشن دي، ولكن في اختلاف واحد ان هو شال الاس وحط 1، فانا بروح اشتغل على التعريف عادي بتاع لابلاس هجيب الاف كابيتال اوف اس وبعدين في الاخر اشيل الاس واحط 1 بس. يبقى انا كده قدرت احسب ايه؟ مساله التكامل اهي. فاكرين النوع ده من المسائل دي كانت كارثه دي صح؟ هعمل لها تكامل المفروض صح؟ لا انا مش هروح اكامل بقى، انا بروح احسب لابلاس وعن طريق لابلاس واعمل تكامل من اس للانفينيتي. اتوقع التكامل في لا نهايه بقى في الحل معايا. انت بتحل على طول يعني بتحل على طول صح؟ طيب اوكي قول لي انا بحل بقى. طيب دي لما بتبقى لابلاس للجزء ده كان بيبقى عباره عن ايه يا اولاد؟ كان بيبقى عباره عن تكامل من اس لما لا نهايه صح؟ اف كابيتال اوف اس دي اس. بس اف كابيتال اوف اس دي اللي هي المين بتاعت مين؟ بتاعت ساين على تي، ساين تي على تي اوفر تي، ولا ساين تي بس؟ ساين تي بس. ساين تي بس. برافو عليك. يعني مساله التكامل نفسها حتى لو هتكمل تاني، حتى لو هتكمل تاني بتكمل ايه؟ بتكمل حاجه سيمبل بقى من اس الانفينيتي للاف كابيتال اوف اس اللي هي تبقى ساين تي السوري الساين تي الاف كابيتال اوف اس بتاعها بايه؟ في واحد على الاس تربيع زائد واحد دي اس. دي اللي هتطلع مين على طول؟ دي تطلع مين؟ تان انفرس. تان ماينس 1 اس من اس الانفينيتي اللي هتطلع باي على 4 ماينس 10 ماينس 1 اس. خلاص في مشكله كده؟ دي ناتج الايه؟ دي لابلاس بتاعت المساله دي. طب انا عايز بقى احسب التكامل اللي فوق، فبما ان اف كابيتال اوف اس هي الفانكشن دي، فلما اجيب لك التعريف بتاع لابلاس واشيل الاس واحط 1 يبقى انا عايز مين؟ لكني بقول اف اوف 1 بايه صح كده؟ تمام. اللي تطلع بقى اوفر 4 ماينس 10 ماينس 1 في كده. مشكله يا شباب؟ بجيب الناتج النهائي انا وبعوض ده ممتاز. ايوه بالظبط كده. 10 ماينس 1 بكام بقى؟ انا فاكر ان هي ب 10 ماينس هو مين اللي قال ان دي تن دي باي اوفر 4؟ مين اللي قال دي؟ ما عليك اثنين تقريبا ماشي نقص نفسك درجتين بقى اللي قال تقريبا ده يبقى دي باي اوفر 2 ودي باي اوفر 2 دي يعني اسهل فاليو عندي دي باي اوفر 2 تم ماينس 1 هي اللي باي اوفر 4. طيب دي تطلع بكام في الاخر؟ تمام؟ بس كده. في مشكله تطلع باي اوفر 4. في مشكله كده؟
فاحنا شغالين كده بنقول ايه؟ بنقول يبقى في مسألة تكامل مسألة اتنين بقى تلاتة زي ما يطلعوا خلاص. يبقى انت عندك هيبقى عندك لو احنا اتكلمنا كده على الايه. دكتور بعزنك بس ممكن اسأل سؤال معلش عشان هو سؤال غبي بس انا مش دكتور. اتفضل يا ابني مستني. تمام ماشي. هو مش المفروض ان احنا في المساله اللي فاتت بما انها مضروبه في فيكس وننش مش المفروض بعمل شيفت ان انا بزود بشيل كل اس واحط مكانها اس زائد واحد او اس ناقص واحد؟ برافو عليك برافو عليك برافو عليك. هتنقص نفسك كام درجه؟ انا افرق كتير مش عارف. هتنقص نفسك كام درجه يا ولد؟ اشوف حضرتك اللي انت عايزه بس بصراحه بس عايز افهم. حلو حلو. احنا هنا بنقول هات لابلاس ولا احسب قيمه التكامل؟ يعني في فرق لما تيجي تقول لي احسب قيمه التكامل باي طريقه بقى صح؟ يعني تكامل باي طريقه بقى باي طريقه ايه؟ احنا ده انت عشان تحل دي باي طريقه تانية هيكون زمايلك خلصوا كل الامتحان الام سي كيو وانت لسه بتعمل باي بارتس مثلا باي طريقه. يعني قصدي حضرتك لو بلا بلاس نرجع بس للسؤال الاولاني. نرجع للسؤال الاولاني هو هنا بيقول لي ايه؟ هنا بيقول لك هات لابلاس هات لي الاف اوف اس لكل التكامل ده. هذا السؤال كده لا هو كان عايز ناتج ايفالويت بيقول لك احسب التكامل. فانا من هنا مش هروح اجيب اف كابيتال اوف اس للتكامل كله للمساله كلها. لا مش ده كان المطلوب. هو بدا معايا بيقول لي احسب لي قيمه التكامل دي. فاحنا بقى بنقول والله احنا اخذنا لابلاس ولابلاس هو نفس مساله التكامل دي باختلاف الاس. فانا لو جبت الاف اوف اس وشلت كل اس وحطيت بقى الفاليو اللي الرقم اللي هو حطه كده انا حسبت التكامل. تمام يا دكتور كده كده وصلت. تمام تمام. مش هعمل شيفت ولا حاجه لانه هو هنا مش بيقول لك هات لي طبق لي لابلاس على الجزء ده. تمام تمام. وبعدين يا دكتور هو مش هنا تعريف الداله اني داله الداله اللي هي الكلام اللي هو من زيرو لمالا نهايه الاي اس ماينس تي للدالة. هو اصلا كده عايز لابلاس للدالة من غير الاي اس ماينس تي. برافو عليك جدع يا ولد. طب انا عايز اوضح حاجه بقى تانية ممكن. طب لابلاس اللي احنا خدناه لتكامل ما كانش من زيرو لانفينيتي يبقى انت كده مش مذاكر كويس. حد فاكر كان من زيرو لكام؟ زيرو لتي. برافو عليك يا ولد برافو عليك. طب انا كنت اقول حاجه مهمه هو نساني. في مساله دكتور في الشيت التكامل من صفر لما لا نهايه برضه اخر مساله خالص. ازعل منك. امال احنا بنقول ايه يا ابني؟ مش في الشيت اللي حضرتك نزلته جديد ده شيت قديم يعني. هرجع لها راجعها. لو هو عايز لابلاس اكيد هي من زيرو لتي. ماشي. لو عايز لابلاس لو قال لك ايفالويت بقى خلاص اشتغل على كده. فبس دكتور هنا بقى على ايه اللي من زيرو لتي بس مش واخد بالي بس دكتور. ده من السؤال. ايوه معاك اسال. بعد اذنك بقى على الاثنين. ايه بعد اذن حضرتك بقى على الاثنين جت منين؟ تمام يا نسوان انفينيتي يا ولد. تمام ماشي. فاكر شكل التم يا نسوان؟ مش احنا في اعدادي قلنا لك خليك فاميليار مع الجراف بتاع تام ناس 1 اكس عشان هنستخدمه كتير في اولى وفي ثانيه والكلام ده. انت ممكن تعملها على الاله يعني. ممكن تعملها على الاله خلاص. تمام يا دكتور مفيش مشكله يعني. طب السؤال كان ايه بقى اللي انا كنت عايز اطرحه؟ انه هيبقى معايا الامتحان هيبقى معايا لو احنا قلنا بقى هيبقى معاك بوينت بيقول لك ايفالويت ايه بنفس الصيغه كده ايفالويت ذا فولوينج انتجرال ومديك مساله تكامل وليكن دي رقم 9 مثلا في الايه البوينت رقم 9 وهتلاقي المساله اهي ايفالويت كذا خلاص والاجابه هتبقى ايه اور بي or C or D خلاص. في مشكلة كده؟ تمام. حضرتك هتعمل ايه؟ انت اشتغلت ولقيت الاجابة رقم C مثلا عندك هتقوم حضرتك مظلل الايه
ال سي دي نظللها كل الدايره كده تظللها كده بالقلم الازرق. في مشكله؟ ما ينفعش تعملها كده مثلا؟ لا ما ينفعش تعملها كده، تعمل كده مش هتتشاف، وما ينفعش تعملها كده برضه مش هتتشاف. الاجابه اللي انت هتعملها هتظلل عليها بس بالقلم الازرق. خلاص اوكي. وطبعا في هيبقى في مره كده او نقولها دلوقتي برضو ترتيبة رقم سواء رقم الجلوس او البنش نمبر بتاعك. خلاص حضرتك لما تيجي تكتبها هتلاقي في هنا كده في الاول جنب يعني اسمك زيروات كتير كده. شفناها السنه اللي فاتت واحنا في الترم الاول، خدنا امتحان زي ده وعرفنا ازاي بنكتب رقم الجلوس. يعني 127 مثلا، 127 بتكتبها ازاي؟ تكتب الوان هنا من على الشمال صح؟ تمام. والاتنين جنبيها واحد في اول صف واتنين في تاني صف في تاني عمود وكده. ايوه يبقى اول الوان في اول كولوم والتو تروح للتو تظلل في تاني كولوم والسيفن في تاني كولوم. خلاص في مشكله؟ المهم ان انا ببدا منين؟ من الشمال. في مشكله؟ بنوضح. وتلاقي برضو ناس بتبقى غلطانه بتغلط وتايه وما تبقاش مركزه معايا. طب نفس الموضوع اللي احنا فوق بقى اللي احنا اخدناه فوق، افرض هو بيقول لك كده. الناس بقى اللي هي بقى عماله تستعجل على الابلاس، انا ممكن اوديك فكرتين دلوقتي، فكرتين هم واقول لك خلاص، ويبقى الابلاس كله في التكامل كل اللي معاك كل الباقي معاك عليك صح، ويبقى انا كده ما قعدتش معاك وقت كبير وانت مبسوط. وده ايه؟ وده مش صح. فاهمين حاجه يا اولاد؟ يعني ممكن اديك فكرتين واقول لك خلاص احنا كده يبقى انت ايه عدينا عليها. لا احنا لازم نمسك الافكار كتير ونشتغل كتير بايدينا ماشي، عشان زي ما انا حليت معاك افكار كتير اقدر اسالك بقى براحتي في الامتحان صح ولا ايه؟ تمام. ما فيش غير واحد بس اللي قال تمام. ماشي دي هنحل. تمام يا دكتور. هنحل دي ازاي؟ نفكها بالاكسبوننشال. يا ابني هو مش عايز لابلاس يا ابني، نفك ايه؟ وعايز عادي يعني. يا دكتور عايز يعمل ايه؟ لازم يبقى معانا ايه؟ لازم تبقى ايه موجود عشان نعرف نقارن. هجيب اللابلس يا دكتور للساين تي على التي وبعد كده اعوض بالاس بزيرو. هايل يا واد. شفت جدع؟ مش دي اكنها اي باور زيرو تي؟ تمام صح ولا ايه؟ طيب اكنها هي نفس المساله اللي فوق، هتطلع كانت بكام؟ باي اوفر 2 ماينس تام ماينس 1. ها كان بكام بقى؟ هيبقى تان ماينس زيرو. واحد ماينس زيرو. برافو عليك ودي طبعا بزيرو تطلع باي على 2. في مشكله كده؟ لا يا دكتور تمام. الافكار سيمبل يعني من غير ما تفك الساين ولا حاجه، الافكار كده سيمبل. تمام يا اولاد. طيب انا عايزك بقى تمشي ايدك كده في الايه في الاكسرسايز يعني او في البروبلمز اللي موجوده عندك ماشي، ولو في حاجه اسالني برده. احنا دلوقتي لو انت عامل التيبل، في حد عامل التيبل بايده كده وهو بيذاكر بيبص عليه؟ حفظناه يا دكتور. ماشي وانا هعتبر ان انتوا ايه ان انتوا حفظتوه فعلا. تعال بقى نشتغل على البوينت التانية عندنا النهارده اللي هي الايه الانفرس. خلاص الانفرس اوف ايه او الانفرس لابلاس ترانسفورمس. خلاص قبل كده هو كان بيديني
ال f of t مطالب بالايه؟ ال f capital of s. تمام؟ طيب المرة دي بقى هيديني ايه؟ هيديني ال f of s راجل بالعكس. ايوه مطالب الانفرس بتاع الكلام ده عشان انا احصل على ال f of t نفسها. تمام؟ يبقى هنا الانفرس هو عبارة عن ايه؟ ان هو بيديني الدالة الفانكشن اللي هي كابتال f of s دي اللي هي اللابلاس ترانسفورم نفسه ويقول لي هات لي الانفرس ليه. فده معناه ان انا اروح ادور على مين؟ على f small of t ببساطة. طب ما تديني مثال كده يوضح لي الدنيا شوية. ها تعال نشوف ممكن نعمل ايه. بيقول لي ايه احنا يعني مثلا لو اداك لابلاس لو اداك الاف كابيتال اوف اس واحد على اس يبقى الانفرس بتاعها هو مين؟ واحد. صح واحد على واحد زي الاس تربيع الانفرس بتاعها هو مين؟ ساين تي. طيب آه واحد على اس زائد تلاتة الانفرس بتاعها مين؟ اي اس ماينس اي اس ماينس تلاتة تي. صح كده؟ برافو عليك يا رجالة برافو عليكم. الدفعة دي برضه انا فهمت ان هي ما شاء الله مستواها كويس الا لو ظهر لا قدر الله حاجة تانية. تمام؟ انتوا ايه رأيكم؟ مثلا تعالى بقى ان ايه اس سكوير ناقص اربعة وهنا واحد لابلس الانفرس لابلس بتاعها دي يطلع ايه؟ ساينش اتنين تي. هنضرب الاول ثانية هنضرب الاول اتنين تي على اتنين يا جدعان. ها احنا عاوزين الشكل الاول ماشي تمام. المفروض الاول تحت 4 المفروض معنى كده ان الاس سكوير بربعه نص ساين 2 تي. اضرب نص ساين 2 تي راح كده نص ساين 2 تي. سيبوا زميلكم كده يبدا يفكر تاني معلش. ها اتفضل يا ابني. تمام يا دكتور. المفروض الاول هضرب فوق في 2 هضرب بره فهضرب في نص بردك بره عشان اشيل الاثنين انا حطيتها فوق وابدا بقى بعد كده اشتغل على نفسي. لكن هنا ضربت في 2 وضربت في نص انت عايز تقول كده؟ عشان اجيب الشكل ده على طول اجيب الشكل العام دي الاول بدا نص اللي انا ضارب فيها اهي ايوه ولابلاست ده بقى على طول الانفرس ده ايه ساين 2 تي بس كده. ضيعت وقتنا ليه بقى؟ طب في طريقه ثانيه يا دكتور قول يا حبيبي. ممكن تبقى تي مضروبه في اي اس ماينس 4 تي عملت لها شيف أو لا تبقى زائد آخر كلام لا تبقى موجب الأس هيبقى موجب آخر كلام خالص تي سكوير مش اس. برافو عليك شفت الواد رد عليك ازاي ما انا كنت ها دي اس سكوير مش اس بالظبط. التربيع هنا على الاس تربيع على الاس نفسها مش على البراكت كله. صح ولا ايه؟ تمام. طيب تعال نشوف بقى يبدا يسالني ازاي بقى شويه كده اكزامبلز على الايه الرولز بتاعتنا. مثلا تعال لو قلنا 1 over 2s minus 7 ها دي الانفرس بتاعها عباره عن ايه؟ ممكن اخد 2 عامل نص زائد اي اس 7 على 2 تي ماشي. هو انا بحب اللي يحل يفكر مع الناس كلها تمام. ده دلوقتي يعني ايه يعني هو بدا يفكر صح قال لي اول حاجه هاخد الايه الاثنين عامل مشترك عشان اوصل للشكل ده. قال الاثنين ولا قال السبعه؟ لا الاثنين الاثنين يبقى ناقص اه ماشي. ناقص 7 على 2
في نص واحد من بره تمام كده. يبقى دي الانفرس بتاعها يبقى عباره عن ايه؟ نص. ها في مين؟ يوس 7 على 2 تي. 7 على 2 تي ببساطه جدا. بس كده في مشكله كده يا اولاد؟ انا كنت قلت لك قبل كده قعدت اقول مرارا وتكرارا حاول تلم الدنيا في الاجزاء اللي فاتت عشان الاجزاء دي ما تتعبش فيها، يعني تحس كده ان ايه، ان دي الثمره بقى بتاعت المذاكره، ان انت الجزء بتاع الانفرس ضمنه بقى 100%. صح ولا ايه؟ اللي مذاكر مش اكيد ده احساسه دلوقتي يا اولاد، ولا انا فاهم غلط؟ تمام صح يا دكتور. ماشي يا حبيبي، كله هيبان ان شاء الله، تلوش. ها لو قال لي اس على، انا قلت لك دي ما تقوليش دي خمسة، الخمسة انا لو عايز اكتبها اكتبها كده، تلاقي فيه هنا ايه اهو زين 3 دي يا دكتور، دي تبقى مين؟ كيرش. ها؟ كوزين 3 تي. كوزين 3 تي. كوزين 3 تي. كوزين 3 تي. ماشي. دي اللي هي بالشكل ده. طيب تعالى ناخد واحدة فيها شغل شوية. وليكن. وليكن. ها؟ 1 over S plus 3 كل سكوير. من الصفور. ها الواد اللي كان بيقول ايه ايه دلوقتي دي اكيد هتوضح له الدنيا دلوقتي. هنضرب في 2 دي كده، هرجع شيفت كده صح؟ مش عارف. هنضرب في 2 يا دكتور. يا واد استنى، اول حاجه اكني مش شايف الثلاثه دي، اكني مش شايف الثلاثه دي، يبقى انا هترجمها. ايوه هترجمها في الاخر لاي اس ايه نيجاتيف 3 دي، لانه شال كل اس وحط ايه؟ حط مكان اس زائد 3. حط اس زائد 3. الله يفتح عليكم. صح كده؟ طيب يبقى اول حاجه مش هشغل بالي بالايه؟ بالثلاثة دي، اكن المساله 1 على اس تربيع ناقص 4 نص شاين. لو حطيت لو ضربت فوق في 2 هضرب فوق في نص، صح؟ يبقى دي الانفرس بتاعها شاين 2 تي. ساين ش 2 تي. ها؟ هتبقى ساين ش 2 تي. حاضر يا ابني، نص في نص يا بابا معاك. ها نص شاين 2 تي خلاص. مالها بقى الشاين 2 دي تي؟ 2 دي تي تي دي مضروبه في ايه يعني؟ شاين 2 تي مضروبه في ايه؟ دي باور نيجاتيف 3 تي. بس كده اكنك مخبي البلس 3 دي، وبعد ما جبت الشاين 2 تي شيل ايدك بقى من على ايه؟ من على الثلاثه. ظهرت ظهرت. طب امتى انا بقى بشيل كل اس واحط اس بلس ايه؟ امتى بشيل اس واحط اس بلس ايه؟ لو هو لو هي كانت الداله مضروبه فاكرين في الاكسبوننشال، فدي يبقى دي ها شاين 2 تي تايمز مين؟ تايمز الاي باور ايه؟ باور نيجاتيف 3 تي. في حد وقع مني؟ لا تمام. في حد كده واقع مني يا ولاد؟ تمام تمام والله. حتى يا دكتور. طب خد خد دي معايا اهي تاني واحده. تمام يا دكتور. ها خد معانا دي اس ماينس 1 اوفر اس ماينس 1 كل سكويرد بلس 4. طيب انا هلمح كده الاس ما تروح من هنا واحد وهنا ما تروح منها واحد، فاعمل ايه؟ اكني مش هشغل بالي بالواحد ده، بس في الاخر اللي هيطلع اضربه في ايه؟ في باور تي. تمام صح؟ صح كده؟ تمام. اللي يطلع يتضرب في اي باور تي. طيب اكنها اس على اس سكويرد بلس 4، دي معناها ايه؟ زين تي. اشيل ايدي بقى من على سالب واحد صح؟ واقوم ضاربها في مين؟ في اي باور تي. اي باور تي. صح كده؟ صح. تمام. تمام ماشي الدنيا كده يا ولد؟ تمام يا دكتور. محدش بيرد علي. ماشي يا دكتور. تمام ماشي يا دكتور. تمام. دي كده كانت الرولز السهلة، ونخلي بالك مش احنا خدنا الابلاس ده على كذا مرحلة. تمام.
كان في بقى بروبرتيز بقى صح، نبدا برضو نشتغل عليها شويه. ده كده كان التيبل الاولاني اللي احنا خدناه صح، خدنا عليه شويه افكار. تعال ناخد بقى البروبرتيز اللي احنا كنا بناخدها من شويه. ماشي، طب وليكن تعالى ناخد الايه الاكزامبل ده كويس. لازم ابقى فاكر ان لابلاس لابلاس للتي باور ان لابلاس بتاعه كان ايه بقى؟ مضروب الـ ان على سين زائد واحد. اه ما فاكتور الـ ان ده لو الـ لو الـ ان ده بوزيتيف اه بوزيتيف انتجر صح. طيب انا هنا عندي ايه بقى؟ عندي الاساس بتاعه ايه لو هو مش بوزيتيف انتجر؟ جاما ان زائد واحد. برافو عليك. مين اللي قال؟ مين اللي قال؟ انا يا دكتور. آه انت مين يا بيه؟ محمد. محمد ليش يا محمد؟ نقصوا درجة يا مؤمن. تمام ماشي. بص محمد قال لك ايه، ده هتبقى جاما ان بلس 1. ليه؟ لان الان بقى هنا ممكن ما تبقاش ايه انتجر على طول، تبقى كسر، تبقى فراكشن بوزيتيف نيجاتيف زي ما تطلع بقى. مش احنا كنا بنجيب لجاما الفراكشن سواء بوزيتيف او نيجاتيف؟ فاكرين فاكرين جاما بتاعت اول مره؟ ماشي يا محمد برافو عليك. طب ما تيجي بقى ايه نقول كده اهو الافكار هنا ملهاش حصر، يعني هنقعد بقى نقول افكار وانت هتقعد طول ما انت ماسك لابلاس كويس اللي في الاول زي ما انا اترجيت وقلت لك حاول تقفل الشابتر قبل المحاضره اللي فاتت. خلاص هو عايز هنا الانفرس بتاع الكلام ده، هيعمل ايه؟ تعمل برشا 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 حل برافو عليك. تعمل برشا فراكشن برافو عليك. نقصوا لي درجه يا مؤمن. نقص يا دكتور هقسم الاس تربيع على اس اس اس. انا عارف ان ايه زائد بي على سي، اوعى تنسى الرول دي كده، هي بتساوي ايه على سي؟ زائد بي على سي بلس بي اوفر سي. خلاص، لكن لكن اي على بي بلس سي دي ما بتساويش غير ايه؟ غير نفسها صح. يعني النمريتور اللي فوق ده اعرف اوزعه على مين، هعمل له ديستريبيوشن على السي، توزيع على السي صح. لكن هنا الاي ما اعرفش اعمل له ايه توزيع ديستريبيوشن صح كده. فهو الراجل ايه استخدم الرول دي اللي هي لوجيك اصلا كده من دماغه وقال لك خلاص اس سكويرد اوفر اس دي بتساوي ايه؟ هي بتساوي الاول اه اس باور هاف صح. حلو الكلام. بلس سواء نيجاتيف هاف دي تبقى اس باور نيجاتيف هاف جدع بلس 2 باور 2 اس باور نيجاتيف نتعدي في في 3 اوفر 2 تمام كده. طيب تعالى نجيب اي واحده وانت هتكمل الثلاثه الباقيين الاثنين الباقيين. ها اس بار هاف دي حلو ماشي. يبقى هنا اس بار ايه؟ هو القلم ده كده خفيف؟ لا حلو. اوكي الاصفر الاحمر الاحمر كويس. ماشي 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 اهو. احنا كنا بنقول ايه؟ الاصفر ده اللون ده وحش صح؟ اه الاصفر مش حلو. ماشي شكرا شكرا على المعلومه. تعال بقى نشوف احنا عايزين نجيب لابلاس لمين؟ لابلاس لمين؟ ليه؟ طبعا لابلاس هنا باول رول اول بروبرتي خدناها خالص كان بيتوزع على الايه؟ على البلس. فاكرين؟ فاكرين يا ولاد؟ نفس الكلام يبقى ايوه يا دكتور فاكرين.
يبقى نجيب الانفرس لمين دلوقتي؟ لاس السنوس. لاس السنوس ايوه. يبقى بنجيب الانفرس ها لاس باور باور هاف صح. طيب هل كان عندنا حاجه بتقول كده؟ لا لا. طب ايه الوضع بقى؟ انا المساله عجبتني جدا فعشان كده قلنا نبدا يعني نشغل دماغنا شويه. مش هتجيلك حاجه ما اوعى تفكر اوعى تفكر ثواني بس ان انت في مشكله عندك في الايه في الرول يعني كتبت غلط الكلام ده يعني يكاد يكون هو ممكن تحصل ممكن تحصل بس واكيد هقول لك ساعتها هعدي عليك واقول لك ولكن يعني ما ترميش بقى دماغك ان هي مكتوبه غلط وتبدا انت تفكر في القصه كده يعني ان انت وانت قاعد بتحل لا ده هي مكتوبه غلط فانت ايه تكسر ان انت تبدا تفكر ما ياثرش على تفكيرك لا. طب ما انا واخد نفس الرول اللي انا قلت لها لك فوق دي اللي هي لابلاس لابلاس العادي لابلاس انزلها تحت بعكس اشاره الاس جدع يا ولا مين اللي قال اللي هنزلها تحت ده انا دوب سيد ابراهيم محمد اديله بلاس 1 يا مو ماشي بص كده معايا اهي نفس الرول دي هو بيقول لك ايه طب ما انا هنزلها تحت اهي ما اكتب الرول بس الاول وافتكر يبقى هو لو نزلها تحت يبقى دي اكنها الواحد على اس تربيع تعال نعملها كده هنا واحد على اس تربيع سوري هي مش كده هي اس باور هاف هي بتساوي واحد على اس باور نيجاتيف هاف صح يا ولاد صح تمام عشان تيجي في المقام هنا ويبدا يجيب الانفرس بقى طيب خلي بالك ان جاما ان بلس 1 دي ما بتعتمدش على الاس فممكن اكتبها كده ممكن اقول ان الانفرس بقى هنا لمين الانفرس الان بقى خفيف ليه كده اوكي تمام ها الانفرس بتاع مين واحد على اس باور ان زائد واحد ده ايكوال صح تي باور ان على جاما ايه جاما ان بلس 1 ادي الايه ادي الداله الاصليه وادي الانفرس بتاعها واخدين بالكم يا اولاد انا عملت ايه انا هجيب بقى الانفرس هنا للرايت هاند سايد طيب جاما ان بلس 1 ده ما بيعتمدش على مين على الاس فممكن يجي هنا في المقام بتاع التي باور ان يبقى هو الدينومينيتور بتاعه في مشكله طيب يبقى انت عندك هنا انت بتقول لي بقى المساله الاصليه بتاعتك سالب هاف يبقى الانفرس بتاعها هو عباره عن ايه ها يبقى هنا احط الان بكام اهو سالب 3 على 2 واحده واحده يبقى ان انا بحب اكتبها كده واحده واحده وما بستعجلش عشان عينيا ما تخدعنيش هساوي الان بلس 1 اللي هي الرول الاصليه بالايه بالباور بتاعي يبقى الان هنا بكام سالب 3 اوفر 2 اوفر 2 صح يبقى الانفرس هنا بيساوي تي باور سالب 3 اوفر 2 على جاما ها ان بلس 1 تبقى جاما سالب نص صح ولا ايه تمام يا دكتور في مشكله كده يا اولاد في مشكله يا حبايبي تمام تمام يا دكتور تقدر انت بقى بنفس الطريقه كده تكمل لي الترمين التانيين مفيش مشكلة تمام دي اس اس سالب نص هتنزل تحت تبقى ايه واحد على اس اس باور هاف والتانية هتنزل بقى واحد على اس اس جي تلاتة على اتنين وهكذا طيب تعالى بقى نعمل ايه ناخد فكرة تانية ولتكن كده
2S minus. بص بقى كده الايه الفرق ما بين الفرق ما بين الفايف والايه والاس. باين الفرق يا اولاد؟ عشان دي بس ما تعملناش مشكله احنا بنشتغل. اه جدا حلو. يعني ما حدش يقول لي دي 25 ازعلنيش منك. انا بقى واخد بالي عشان ايه الاغلب الشابتر كله اس. 9 اس سكويرد ماينس 25. انا بقول لك ايه هنا بقى ممكن ايه برضو نفس الكلام. الناس اللي مستعجله وعمالين برضو هو لابلاس مش هيخلص لابلاس مطول ليه كده؟ ممكن اقول لك ادي الانفرس وادي فكرتين على اي بروبرتيز تمام، ويبقى الباقي كله عليك. فما تبقاش ايه ما تبقاش باصص يعني تحت رجلك دلوقتي. لا انا عايز احل كتير عشان اخد افكار كتير عشان اتسئل كتير تمام. طيب دي نحولها لايه بقى؟ ها هو عايز الانفرس بتاع الكلام ده. دي نعمل نشتغلها على اني رول بس ساين وكوساين هنوزع البسط على المقام تبقى تنقص على المقام كله. هايل. يبقى دي اول حاجه قبل ما اعمل الانفرس هقول ان هي بتساوي 2 اس على 9 اس سكويرد ماينس 25 ماينس 5. برافو عليك. شوف فكره بسيطه اهي ما توقفنيش. يبقى 9 اس سكويرد ماينس 25 وابدا اشتغل كل واحده لوحديها. طيب الانفرس هنا الاولانيه هيساوي ايه؟ هناخد 9 من المشترك ها هناخد 2 من ناخد 4 من المقام المشترك. خلينا ناخدها هنا بلون تاني. ناخد مين مشترك؟ كوشان 5 على 3 كوشان 5 على 3 ماشي. بس يعني ناخد من هنا ايه 9 4 من المقام المشترك 9 9 بره اهي. يبقى لك مين اس سكوير اس 25 على 9. باخد 2 من فوق وفوق هنا في اس. خد الاثنين بره اهي برضو ريحتك خلاص. يبقى دي اس على ايه على اس سكويرد ماينس اي تربيع. طيب يبقى دي الانفرس بتاعها 2 على 9 كوساين 5. لابلاس لمين بقى؟ كوساين 5 على 3 كوساين 5 تي اوفر 3. هايل هايل. طب واللي بعديها اخد مين مشترك؟ اخد التسعة بس. لا اخد التسعة واخد ال في خمسة فوق في خمسة فوق برضه. يبقى تعالى ناخد ناخدها مشترك هنا في خمسة فوق هتبقى اس سكوير ماينس 25 اوفر 9. هذا فوق في طولت بقى عشان نخليها خمسة على التلاتة تبقى زي اللي تحت وفوق خمسة صح؟ طيب انا عايز هنا كام؟ انا عايز هنا عايز هنا 5 على 3. يبقى اضرب هنا في كام؟ 3 على 5 صح؟ ماشي. يبقى في الاخر اقفل على دي عشان ما اختصرهاش مع حاجه. يبقى دي 1 3 راحت مع 9 بقت 3. يبقى الانفرس بتاعي الترم الثاني ده عباره عن ايه؟ 1 على 3 صح؟ دي شاين ولا كوشاين؟ شاين. شاين ايه بقى؟ 5 على 3 تي برضو هو جد بقى هي 20 5 على 3 مظبوط. اوكي تمام. في مشكلة كده يا ولاد؟ لا يا دكتور تمام ماشي. طيب يبقى دي فكرة. ممكن برضو لو جات لك بقى ساين وكوزاين تعرف تحلها. في مشكلة؟ لا. ممكن ناخد أني بقى أني دكتور. أيوة حبيبي سؤال بس يا دكتور ماني. هو هنا ممكن نخلي نضرب في ثلاثة فوق ويبقى البراكت ثلاثة إس واحد صح؟ قول لي تاني كده. هنضرب في ثلاثة فوق هنا؟ آه. وبعدين انا قصدي يعني ان هي هتبقى 3 اس تربيع هتبقى 9 اس تربيع قصدي 3 اس هتبقى 9 اس تربيع.
أني سطر أني سطر ونضرب في سطر برضه 2×3×9 أني سطر يا ولا اللي هي المسألة فوق 2S على 9S سكوير ناقص 25 2S ناقص أني هنا السطر ده اللي هو بالأحمر فوق لا ما أنا بشاور أنت مش شايف ولا إيه أهو أنا بشاور عليه هل ده اللي أنت قصدك عليه أنت باصص فين آه صح ازاي عايز ايه ممكن يعني تبقى 3S فوق وتبقى 9S سكوير تحت ونقسم على 3 بره الاول عشان توصلها للصوره دي هتعمل ايه ازاي ما تنساش ان في 5 برضك لازم تضرب فيها كمان في 3 لو انت كنت عايز تخليها 3S ماشي خلاص كده يا دكتور خلاص فاهم انا فاهم الطريقه الاولانيه خلاص ماشي متشكرين يا ريس شكرا ان انت فاهم الطريقه الاولانيه تعال ناخد بقى ايه ابلكيشن تاني برضو على بروبرتي تانية طبعا مش هنخلص الافكار بتاعه الانفرس النهارده كلها عشان برضو ايه يعني اديك فرصه كده فرصه اخيره ان انت ايه يعني تلحق تلم لابلاس عشان تلحق تلم الانفرس انتوا معايا يا اولاد ولا ايه تمام بس الـ يعني المسائل اللي هي في السكشن تتحل اي مساله ما فيش مشكله ما لهاش علاقه يعني طيب هنا لو جه قال لي ايه بقى تعال نشوف الفكره دي مع بعض فاكرين الرول دي البروبرتي دي ها مين اللي كان بيديني اف اوف اس على اس تكامل من صفر لتي يبقى انا لازم اكون ايه ابقى ماسك لابلاس كويس الاول عشان اعرف اشتغل على الانفرس صح ولا ايه انتوا واخدين بالكم من اللي انا بقوله ده يعني اعرف امشي عشان اعرف ارجع فيه بالظبط كده بالظبط ابقى ماشي صح كده وعارف الايه انا ماشي ازاي في الاتجاه عشان لو حبيت ارجع بقى مظبوط ما ارجعش على حاجه تانية خلاص طيب هو هنا ممكن يقول لي الانفرس هنا للاف كابيتال اوف اس اوفر اس المفروض يديك مين بقى تكامل من زيرو لتي اف اوف تي دي تي صح تمام صح كده اكنه ايه بقى بص الحته دي اكنه بيقول لك تكامل من زيرو لتي عشان ما تنساش هو الـ F of T دي مش هي الـ inverse بتاع F capital of S دي تي تمام يعني هو هنا عايز يقول لك ايه افهمها مني المرة دي عشان ايه ممكن نكمل بالاسلوب ده على الاخر الشابتر انه ما انت كده هتنسى الاس وهتروح هو عايز يقول لك السطر ده عايز يقول لك كده انت كده هتنسى الاس لانك حطيت تكامل خلاص وكده هتقول لي ان الاف كابيتال اوف اس دي اللي جوه هنا هو الانفرس بتاعها عايز تشتغلها بده كده على طول اوكي عايز تعملها زي ما انا متعود ان انا اعملها كده اللي انت عايزه لما بلاقيها اوفر اس الاس ده كده انا حطيت تكامل لان لما كان بيجي لي تكامل كنت بقسم على اس فاكرين تمام كان بيجي لي تكامل بقسم على اس وانسى التكامل خالص واقول لك الغي التكامل وروح هات لي الاف سمول اوف تي هتلاقي الاف كابيتال بتاعتها طب العكس هنا هيبقى ايه انا لقيت الاس خلاص شلتها وحطيت التكامل طب اللي جوه ده مين الداله اللي جوه التكامل بقى اللي هي الانفرس بتاع اف كابيتال اوف اس هو عايز يوضح لك عشان ما تاخدش الاس مرتين معاك فاهمين حاجه يا اولاد
مثال بس كده دكتور عشان نوضح كده. ايوه برافو عليك، انت كده واضح مع نفسك، برافو عليك يا ولا، انت تبقى مهندس شاطر. ادي اهو واحد على اس في اس زائد اي، نفس الكلام دي هقول بتساوي واحد على اس زائد اي على اس، في مشكلة كده؟ طب الانفرس بتاعها هيساوي ايه؟ الانفرس ده هيساوي ايه؟ ها الاس دي هنساها واحط مين؟ حط التكامل من زيرو لتي. طب مين اللي هكتبه هنا بقى؟ مفروض الانفرس لابلاس بتاعك، يبقى انا اجيب الانفرس ده بس ومحطه هنا. الانفرس هو عبارة عن ايه بقى؟ هيبقى ايه؟ سالب اي تي. سالب اي تي، سالب اي تي الايه بكام يعني؟ ها الايه بكام؟ بايه؟ ما اعرفهاش. ايوه ما اعرفهاش، ماشي صح كده. طيب تعرف تكمل النون بس هنزلها زي ما هي، بس اسمع سالب واحد بعد كده احط كنت تعمل زيرو تي. عادي جدا، عادي جدا اكملها بقى يعني، عادي ممكن نكملها كده براحتك، عادي جدا. تطلع ايه؟ تطلع اي سالب اي تي على نيجاتيف اي صح من زيرو تي، يعني دي سالب واحد على ايه اهي بره، تبقى اي باور نيجاتيف اي تي ماينس وان صح، والماينس هنا هنا يدخل جوه فيعكس لك الايه القصه دي، تبقى واحد على ايه في واحد ناقص اي باور ايه سالب اي تي. في مشكله كده؟ تمام. طب ناخد حته كمان. تعبتوا كده يا جماعه ولا لسه؟ مش عايزين نرد مع حضرتك يا دكتور. لا تمام يا دكتور احنا معاك. انا مش عايز ازود بس الدنيا عليك عشان اللي لسه ما لحقش يذاكر ما يبقاش واقع خالص، عندنا من حاطين دي فرص اهو كتير. طيب نفس الكلام دي بتساوي ايه؟ اول حاجه لازم تحدد الرول اللي انت هتشتغل عليها، مقسوم على اس يبقى اقول دي واحد على اس تربيع زائد واحد على مين؟ على اس. خلاص انا عايز الانفرس بقى للكلام ده، يبقى ده بيساوي التكامل من زيرو لتي، ننسى بقى الايه الاس ده، اروح اجيب الانفرس لمين؟ ساين تي دي تي. ساين تي دي تي، تي دي تي كامل عادي جدا واشتغل. في اي بروبليما؟ لا تمام. ها تمام، في اي بروبليما يا اولاد؟ تمام يا دكتور. دكتور وانا لازم اكمل تكامل ولا المفروض المساله بتقف لحد كده؟ على حسب الاجابه عندك بقى، ده سؤال مش سؤال يعني. انت ما انا هو ميزه الام سي كيو في الجزئيه دي ايه؟ ها ميزه الام سي كيو ان شاء الله اللي هو ايه؟ ان الاي والبي والسي والدي جواه الاجابه، يعني وانت شغال انت معاك شايف الاجابه قدامك صح؟ فلو لقيت الاجابه هي دي ماشي اختار، لقيتني مكمل ومكامل يبقى اختار، بس مش هتلاقي الاتنين في نفس الوقت يعني. معايا ولا ايه؟ تمام. ايوه يا دكتور، وفي المسائل التانية اللي هو الويت هتبقى ارقام بس برضو على حسب، مش لازم اقولها لك. افرض قلت لك تم نسوان باي على اتنين ده معانا ده يا ولاد؟ معانا ده؟ مين ده يا مؤمن؟ انا ما خدتش بالي المايك مفتوح عندي، صوت ليه نسي المايك ولا انا ما خدتش بالي يا دكتور ان المايك مفتوح. معلش اوعى تقول ان انت اسمك ايه، اوعى تقول لي يوسف. لا مش يوسف. طيب يوسف احنا ظلمناه كتير الصراحه يعني. بيهوى ولا ايه؟ بص معايا، مين اللي بص خلي بالك من المايك ثواني بس، مين اللي قال الكومنت ده دلوقتي؟ طبعا هيسكت دلوقتي. مين بقى الزميل الفاضل اللي قال الكومنت ده دلوقتي؟ كومنت اللي لا بقول اللي هو بيهوى يعني؟ ها
مين؟ لا انا بقوله هو كان بيعمل ايه بس مؤمن يعني؟ ما خدتش بالي من الضحك. مين انا اللي انت مين بقى؟ انا والله كنت بسأل بيعمل ايه عشان ما خدتش بالي. يا حبيبي مين بس؟ ايوه محمد. انا محمد. محمد ايه؟ محمد ياسر. محمد ياسر ايه؟ محمد ياسر شهادة. ها؟ شهادة. شهادة؟ ماشي. انا كنت بسأل بيعمل ايه، انا مش بعلق عليه. ماشي مش هتفرق. مش هتفرق. خليك بقى معايا محمد ياسر. يبقى احنا كنا بنقول ممكن بقى اخلصها لك انا تمام واسالك لحد الايه الناتج النهائي، وممكن اجيبها لك في الصوره دي لو عايز الدنيا تبقى سهله عليك شويه يعني. لو في افكار تانية هتاخد وقت منك فانا مش محتاج اخليك تضيع وقت في التكامل، فاهمين حاجه يا اولاد؟ على حسب الايه الافكار التانية. احنا اتفقنا برضو ناخد بس اخد فكره معانا النهارده عشان ما تقولش عليك الاحسن، الناس بدات برضو ايه تركيزها يقل معايا وهزعل منهم. صح يا محمد ياسر؟ صح. طيب بص كده معايا، انا عايز اقول حاجتين عشان ما ننساش، بس عشان محمد ياسر ايه شتتنا شويه. هناخد الفكره دي وهنقول حاجه خاصه بالايه بالاكزام اس سكوير بلس 3 over s squared plus 9. عايز الانفرس هنا للكلام ده. ها نعمل ايه؟ هتتحل بارشل فراكشن. هنقول ايه على هنوزع ال s squared 3 نطلع الاسكوير زي 9 فوق. ما انا عايز اللي هو عايز يحل ده يقول لي هو باصص فين على اللونج ران، يعني بعد ايه هو عايز يوصل لايه في الاخر. واحنا هنوزع ليه؟ ما هو يقول لي هنوصل، احنا عايزين نوصل لكذا فهنوزع عشان مره تبقى ساين ومره تبقى كوزا. هي هتبقى في الاخر تكامل يا دكتور من صفر ل 2 ممكن عشان الاس هنوزع يا دكتور، وهتبقى مره 10 ماينس 1 تبقى 10 انفرس زائد ساين. ممكن اجاوب؟ قول. احنا هنطلع هتبقى فوق البسط تبقى اس سكوير زائد 3 على اس سكوير زائد 9 ده كله على اس، واروح موزعين الاس سكوير زائد 9 مره على اس تربيع والاس سكوير زائد 9 على 3 مره. تمام ماشي. وبعدين ما انت هتاخدها مره واحده على اس، شفت بقى؟ طب قول انا مش انت بتقسم مره واحده يا ابني، ولا الاسم عندك هتتوزع معاهم؟ لا اما انا هاخد الاسم دي انا هاخد تكامل ليهم مع بعض. ما انا هاخد يا دكتور، ما انا هاخد الاس في الاس سكوير 9 على السكوير. يعني انت عايز هقسمها توزع فوق وفي الاخر كل ده مقسوم على اس؟ لا انا هاخد الاس الاس سكوير زائد 9 وفوق في البسط اس سكوير بس وبعد كده الاس. حلو حلو حلو. كل ده مقسوم على اس مره واحده، هي اس واحده اهي، فانا اللي فوق ده لازم احله ايه مره واحده برضو لانه مقسوم على اس مره واحده. صح ولا ايه؟ نوزع اللي فوق على اس. لا يا دكتور انا مش ازاي ليه يا دكتور ما نوزع كله الاس تربيع عشان الاس هتبقى في اس فوق. نوزع كله يا دكتور. هنوزع البراكت كله يا دكتور. دكتور خلي الراجل اللي بيحل معايا ده يكمل معايا للاخر لحد ما نفهم. بص يا دكتور الاس تربيع على اس على المقام. لا اللي كان بيحل اللي كان انا كلامي واضح اهو يا جماعه. هو انا بقول حد تاني يحل؟ ها قول يا ابني عايز ايه. هتبقى اس تربيع على اس في اس تربيع زائد 9 ده براكت. حلو ده براكت تمام كده زائد ايوه 3 في البسط. ماشي في البسط ده غير اللي انت قلته. خلي بالك اللي انت قلته أيوة في الاول زائد ثانيه واحده بس اللي انت قلته في الاول انا هقسم على اس الاول صح كده؟ لا مش هقسم. انت قلت ايه في الاول؟ اخليها اس زائد 3 تربيع على اس سكويرد زائد 9 كله اوفر اس. ما مش هتنفع كده مش هتنفع عشان لما اقسم اس تربيع على اس تربيع زائد 9
مش عارف اعمل فيها حاجه. رفع. طيب ما علي، انا بكتب اللي انت بتقوله ما علي. لا انا فكرت فيها يعني، فكرت. وضح لهم بقى هم عشان برضو ما... وضح لهم هم، انا فاهم. قول بقى هتوزع دي على المقام مره ودي على المقام مره. انا تمام. وبعدين وبعد كده هاجي للبراكت الثاني، هروح جايب البسط 3 على اس تربيع زائد 9 كل على اس. تعال نكتبها يعني، دي اس سكويرد على اس، اس في اس سكويرد زائد زائد تمام. في البسط، البسط هتبقى 3 على اس سكويرد زائد 9. ايوه بس الاس هتطير مع الاس اللي فوق دي. ماشي. وبعد كده تبقى بقى اللي هي كوزين 3 تي. ماشي جدع جدع. وده هتبقى دي تكامل. نكتب دي بقى. نكتب دي، نكتب دي جدع. دي تبقى ايه؟ كوزين 3 تي. ده الانفرس بتاع دي. وبعد كده دي هتبقى تكامل من صفر لتي. اشوف دي كده ممكن. صح. يبقى زي تكامل من 0 لتي ساين 3 تي. ساين 3 تي. ماشي. دي تي وكامل عادي. صح كده؟ اه دكتور. ماشي دكتور. تمشي كده. ها ممكن رأيي. ممكن ايه؟ ممكن اقول حل تأمين. حل تاني؟ ايوه. ماشي. هو المايك بس فيه مشكله في المايك عندكم، فاللي بيتكلم يتكلم واحد بس اللي يتكلم. يلا قول. عمل البسط على اس تربيع زائد 3 على اس تربيع زائد 9، وهجمع للبسط زائد 6 ناقص 6. جدع يا ولد. اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ محمود ظريف. ها؟ محمود ظريف. محمود ظريف؟ اه. طب اقفل المايك بقى عندك وانا هكمل يا محمود. باخد بلس 1 يا محمود. ها هو بيقول عايزه ايه؟ عايزه اخلي جدع. الحل ده حلو برضو. اس سكويرد بلس 3 اوفر اس في اس سكويرد بلس 9 ده بيكوال ايه؟ ها قال لي اخلي دي الثلاثه دي هخليها 9 - 6 - 6 صح كده؟ عشان يقلد بس الايه اس سكويرد بلس 9 اللي هي في الايه في المقام. ليه؟ عشان اما يجي يوزع دي هتساوي، اما يجي يوزع هيوزع البراكتس كده، ده على المقام وده على المقام كله، فده على المقام يديك واحد على اس. شوف شكلها بقى سيمبل اكتر. ماينس 6 اوفر اس سكويرد بلس 9 كل ده على اس. خلاص كده احنا ما حليناش لسه، ما جبناش الانفرس. الانفرس هنا بايه؟ تعال الواحد على اس ده واحد. الانفرس هنا 1. طب والانفرس هنا بايه؟ الغي الاس اللي في المقام واروح اكامل من 0 لتي. لمين بقى؟ ها دي 3 تربيع ودي 3 في 2 صح؟ يبقى دي شكلها ايه؟ تمام. يبقى 2 3 على اس تربيع زي 3 تربيع اللي هي كوزين 3 تي. صح يا ولاد؟ ساين. ايوه كده صحيحين يا جدعان. يبقى ساين 3 تي دي تي. بس الحل بس واحد ناقص. عايز تقول ايه؟ الحل تقريبا ده غير الحل اللي فوق، يعني الناتج مختلف صح؟ هنشوف بقى. هنشوف واحد ناقص اتنين. التكامل هنا بتاع الساين هو عبارة عن ايه؟ سالب كوزين. كوزين تلاتة تي بالماينس من زيرو ماينس واسمع التلاتة نتي على ايوه على التلاتة ودي السالب معاك. ده يطلع ايه بقى في الاخر؟ حد يمليني كده. واحد ناقص ناقص اتنين في مين؟ على تلاتة اهي خليها بره خلاص. والسالب ده بقى موجب، يبقى كوزين 3 تي
زي كام؟ او ناقص كام؟ ناقص واحد. صح يا ولاد؟ ماشي. ممكن ده بقى لان دي ده تريانجل. سوري انا اسف. دي كوزين. الكوزين دي ممكن نوصلها للحل اللي كان فوق. ها هتلاقي في كوزين هنا وفي من هنا. طبعا تكامل الساين هيبقى بكوزين. فممكن يوصل للايه؟ كوزين. شوف بقى شوف الساين دي توصل للي تحت ولا لا. يعني حط دول كده حد يبقى يعملها ويشوف دي في الاخر هتطلع بكام وشوف هي نفس الحل اللي تحت ولا لا. ولو فيها مشكله زي دي تيجي في التشوز. مساله زي دي المفروض الواحد لو حل بطريقه واحده ثاني حل بطريقه ده يمشي من سكه وده يمشي من سكه ثانيه خالص الناتج النهائي يعني. ايوه يا بابا ما انا لا برافو عليك. حلو السؤال ده قوي. ولا حلو السؤال ده. تعالى كده انت حلب بالطريقه بتاعتك. خلينا بس نقول ايه اللي هنعمله فيها. المسألة دي تكمل للآخر وتقول لي هل ده بيساوي اللي هناك ولا لأ. خلاص تمام. طيب انت بتقول مثلا الحل بتاعك طلع ايه؟ طلع ساين تربيع. انا بقول مثلا اكس او تي. خلاص تمام. هو طلع معاك كده في الإجابات. لو انا حلل بطريقة تانية ايه وبي وسي ودي مثلا لو قلنا دي هو الحل هتلاقي واحد ماينس كوزين تربيع تي. يبقى ده بيساوي ده. فكر القانون يعني مثلا يعني ايوه بالظبط كده. فهو هتلاقي الايه لو انا مش مطلعها ساين تربيع ممكن ابقى مطلعها واحد ناقص كوزين تربيع. لا بس انا قبل كده كنت بحل مثال لقيت ان تكتب لي معايا حاجه وممكن اطلعه حاجه كمان. هو كنت ممكن مثلا ابدا الشيفت قبل ال مش مشكلة خلاص يا دكتور. هيطلع نفس الناتج يا دكتور. هيطلع نفس الناتج. طلع عملتها؟ هيطلع نفس الناتج. ماشي. يبقى انت هنا ممكن يبقى معاك وهو ده اللي بنقول معاك الحل ده اللي انت الطريق الميثود اللي انت مشيت فيها. عايز توصلها بقى لواحدة من دول. فانت بتلمح يعني اكيد باصص على اللي في ايدك وباصص على الحل. ازاي من ده تروح لده؟ مش مسألة كبيرة يعني. ماشي يا ولاد؟ تمام. طيب انا كنت عايز اقول نقطه تانية بقى دي اخر مساله. خلينا كده واقفين هنا عند الحته دي عشان بس ايه ما زودتش عليكم واحنا ايه معانا وقت يعني كتير. كنت عايز اقول حاجه خاصه بايه بقى فكروني كده يا ولاد. بالامتحان. كانت ايه بقى؟ شكل الامتحان. ماشي. اللي احنا قلنا ممكن يبقى ان شاء الله. احنا كام دلوقتي؟ وصلنا كام دلوقتي؟ 63. ماشي. احنا دلوقتي هيبقى ممكن يبقى ما بي يعني هنشوف الافكار نفسها ممكن يبقوا 10 بوينتس او 15 على حسب الايه التايم. هل هناخد الساعه كامله؟ هل هناخد 45 دقيقه؟ هل هناخد 40؟ هل هناخد 30؟ براحتنا يعني. خلاص. فده هيبقى يتحدد ان شاء الله. متقلقش. المهم ان احنا هنغطي الافكار اللي احنا هناخدها لحد ايه امتى بقى؟ لحد اخر الشهر الرمضاني ان شاء الله. معايا كده؟ يعني لو بلاس داخل معانا كله والجاما والبيتا. في مشكلة كده يا ولاد؟ لا تمام يا دكتور. احنا غالبا برضو هيبقى لنا ميد تيرم تاني. غالبا نعمل واحد تاني على جزء البروبابيليتي وده هيبقى مفيد هنا وهنا عشان حضرتك تجهز نفسك للفاينل بدري وتشوف برضو المشكله كانت فين. لو لا قدر الله في مشكله ما فيش يبقى خير وبركه وانت معاك الايه الدرجه بتاعتك تبقى كويسه يعني. بس المهم ان ايه هو الميد تيرم الاساس فيه ان انت بتعمل ايه تريننج على الفاينل. خلاص تريننج على الفاينل. شوف كانت ايه المشاكل عندك. ذاكرت كويس ما ذاكرتش؟ كنت بتذاكر بورقه وقلم هتجيب درجه كويسه جدا. بتذاكر بعينيك وانت فاتح كده الكتاب او سوري البي دي اف بتاعك ده او بتسمع الريكورد وعادي وما فيش ورقه ولا قلم والدنيا كويسه وفاهم بس من غير ما تمشي ايدك. الماثيماتكس لازم ورقه وقلم. تمام.
فهيقابلك مشاكل. المشاكل دي خليها تقابلك دلوقتي وانت بالورقة والقلم بتوعك في البيت، عشان هيبقى عندك وقت تقعد تدور على الحل وتحل براحتك. ما تجيش تتفاجئ وتبقى في الايه في الفاينل على طول وتتفاجئ، لانه لو في الامتحان هيبقى ايه فاينل، مش اقصد الامتحان فاينل يعني في الامتحان بقى، سواء ميد ترم او ايه او فاينل. في مشكله كده يا حبايبي؟ في حاجه تانية كنت عايز اقولها، بس محمد رشاد ده، هو اسمه محمد رشاد نساني، كان اسمه ايه الواد؟ محمد ياسر. اسمعني محمد ياسر. جدع جدع محمد ياسر. ايه بقى شحته؟ عملت ايه؟ ايوه لا يا حبيبي، لا انت كويس، انت كويس. انا والله ما كنتش بضحك، انا كنت بسال على حاجه بس. ايوه حبيبي ماشي، انا كمان بسال عليك. هو انت وقف الريكورد كده ولا نكمل؟ دكتور لا خلاص نوقف بقى لحد كده، يعني ممكن نوقف واستقبل، يعني وقف الريكورد واستقبل بقى ايه